الوهم له أثر كبير في اعتلال الصحة واعتلال العقل أيضا. وكثير من الناس يتوهم أنه مسحور أو أنه مصاب بالعين، وليس كذلك، لكن لما كثر التوهم والتخيل انفعلت النفس وظن أنه حق وأنه مسحور أو مصاب بالعين. فأولا أنصح إخوان المسلمين، أنصحهم أن لا يخضعوا لهذه الأوهام، لأن هذه الأوهام من إملاء الشيطان، والإنسان إذا غفل وتلهى عنها زالت بإذن الله مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. لكن إذا وقع الأمر حقيقة وصار الإنسان معتل الصحة ومعتل التفكير، فإنه ينقض السحر في الآيات الكريمة مثل المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، ما ذكر الله تعالى عن موسى: وما جئت من السحر وإن الله سيبطله، وما أشبه ذلك. أو بأدوية، إذا كان السحر بأدوية فهو يقابل بأدوية أخرى معروفة عند الذين ينشئون الناس.